أصبح النسيان النهاردة عادة مصرية متأصلة في كل حاجة، حتى الجيران، حتى الأصحاب، حتى العالم كله. أصبح النسيان عملة رائجة بين الجميع. والسبب ده على فكرة إن كل إنسان بيريح نفسه، وكل إنسان بيقدم حتى لو قدم التوافه، وبيتصور إنه بيبدع. وتبص تلاقي ناس بتكتب أي كلام، يعني هو اتزنق في حاجة وبيكتب وخلاص. يعني إيه يعني؟ هو عارف إنه ممكن ما يكونش حد بيقرأ، لكن برضه بيصر إنه يكتب. مفيش قضية، مفيش فكرة، مفيش أسلوب، ورغم هذا بيلح عليك لازم تقرأ. بتبص تلاقي فنانين كوميديا مثلا بيقدم تفاهات ما أنزل الله بها من سلطان، ومتصور الناس بتضحك مع إن هو مش فؤاد المهندس ولا نجيب الريحاني ولا القصري ولا كل هؤلاء. فاللي حصل فعلا ان احنا يعني بنتجاهل تاريخنا وماضينا بطريقة تعسفية.